هذه المياه الهادئة اللامعة تحتفظ بالعديد من ذكريات الجزائر العاصمة عبر تاريخها الطويل الحافل بالأحداث. هذه المدينة التي ارتبط تاريخها ارتباطا وثيقا بالبحر منذ العصور الغابرة. فلقد كان الفينيقيون في غابر الأزمان يطلقون عليها اسم جزيرة البوم. وفي القرن العاشر عندما شيد بولوغين المدينة الجديدة أطلق عليها اسم الجزائر، نظرا لوجود ثلاثة جزر صغيرة على الشاطئ وصفها البكري في القرن الحادي عشر، كما تحدث عنها الإدريسي في القرن الثاني عشر وأشار إلى التجارة المزدهرة فيها. كانت الجزائر تسمى في عهد الفينيقيين في القرن السابع قبل المسيح إيكوزيم، وهي عبارة عن مرفأ صغير ينزل فيه البحارة الفينيقيون بين تامنفوست وتيبازا، وكانت جزءا من مملكة جوبا التي كانت عاصمتها شرشال. ثم أصبحت تسمى إيكوزيوم بعدما احتلها الرومان في القرن الأول قبل المسيح. هذه الكتابة تشير إلى إهداء تمثال للمجلس البلدي لمدينة إيكوزيوم الجزائر. وقد حاصر المرابطون مدينة الجزائر في سنة 1082، وقد بني المسجد الكبير في عهد المرابطين في نهاية القرن الحادي عشر. ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي تم بناؤه مباشرة بعد وفاة العالم والولي سيدي عبد الرحمن الثعالبي في سنة 1471، وتم ترميمه في سنة 1696. ودفن في نفس المكان عدد من دايات الجزائر وباقي قسنطينة، كما يوجد في مدخل الضريح قبر الولي دادا على اليسار. ولقد كانت عائلة الثعالبة هي الحاكمة إذاك في مدينة الجزائر في سنة 1516، ولا تزال الشجرة تحتفظ بالعديد من الذكريات لأنها غرست حسب ما قيل في القرن السادس عشر. هذه خريطة للإدريسي في القرن الحادي عشر. لقد كانت أول حملة من حملات الغزو قد بدأت في سنة 1510 عندما احتل الإسبان بقيادة بيدرو نافارو بعض المواقع من الساحل الجزائري، وهذا ما دفع بهم أن يوجهوا نداء إلى الأخوان بربروس اللذين كانا مقيمين في مدينة جيجل. وكان الأخوان بربروس من أمهر البحارة، فقد ضاع صيتهم في البحر الأبيض المتوسط. وكان البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت مسرحا لمعارك طاحنة بين مختلف الأساطيل للسيطرة على مواصلات التجارة البحرية. واستطاع عروج في هذه الفترة أن يسيطر سيطرة تامة على مدينة الجزائر
ثم بسط نفوذه غربا إلى المشور بالتلمسان لملاحقة الغزاة الإسبانيين وحلفائهم. وأثناء العودة من تلمسان في سنة 1518 قتل عروج أثناء كمين نصبه له الإسبان بالقرب من الوادي المالح. بعد موت عروج خلفه أخوه خير الدين، وفي سنة 1524 أي بعد 6 سنين من وفاة عروج استطاع أخوه خير الدين أن يقضي نهائيا على بقايا مواقع النفوذ الإسباني في الجزائر وتدمير تحصيناتهم على الساحل الجزائري. وبهذا نال خير الدين سمعة كبيرة في الجزائر، وارتبط اسمه بالانتصارات الباهرة التي حققها الجيش الجزائري ضد محاولات التسلل الإسباني. وهكذا بدأ عهد الحكم التركي الذي سيستمر لمدة 3 قرون في الجزائر، واستمرت معه هيمنة الأتراك على البحر الأبيض المتوسط، وتحطمت تحصينات الإسبان ومواقعهم عن آخرها. وبواسطة ما تبقى من صخور هذه التحصينات التي أقيمت على إحدى الجزر الصغيرة على الشاطئ، تم ربط الجزيرة بأرض العاصمة، وبهذه الطريقة خرج إلى الوجود ميناء الجزائر الذي كانت تنطلق منه الأساطيل الجزائرية التي هزت منطقة البحر الأبيض وأوروبا عدة قرون. ولا زالت الأماكن والأطلال باقية حتى الآن تروي قصة الملاحم البحرية وأبطالها من القادة البحارة أو الرياس كما كان يطلق عليهم في ذلك الوقت. كان برج الفنار مقرا للرئيس قائد منطقة الميناء وللوكيل الحاج وزير البحرية. وكانت المدفعية التركية مصوبة دائما نحو البحر. كانت هذه القلاع من عوامل قوة الامبراطورية العثمانية، لان ميناء العاصمة كان يمثل بحق احد القواعد الاستراتيجية الهامة على ضفاف البحر الابيض المتوسط. ونظرا للاهمية الاستراتيجية لميناء الجزائر بالنسبة لكل منطقة البحر الابيض، بدأ شارلوكان يفكر في غزو الجزائر وتحطيم أركانها المحصنة التي استعصت على الكثير من الغزاة عبر الأزمان. وهكذا قاد شارلوكان بنفسه جيشا عرمرما لغزو الجزائر. وقد نزلت جيوش الغزاة بالقرب من وادي الحراش في المكان المسمى كدية الصابون. ومن الأساطير التي تروى عن غزو جيوش شارلوكان أن أحد الأولية في مدينة الجزائر واسمه وليد دادة، وقبره يوجد حاليا في مدخل ضريح سيد عبد الرحمن الثعالبي، كان هذا الولي يدعو إلى الجهاد لطرد الغزاة. ويروى أنه نزل إلى البحر وأخذ يضرب الأمواج بعصاه، وكانت الأمواج تزداد اضطرابا، ثم اكفهر الجو وهبت عاصفة هوجاء. ولندع هذه الأساطير جانبا وكيفما كان الأمر، فإنه من المؤكد أن جيوش شارلوكان وجدت عند نزولها على الشاطئ الجزائري مقاومة شديدة أدت إلى هزيمة النكراء لجيوش الغزاة، كما أن العوامل الطبيعية ساعدت على هزيمة شارلوكان. وأصبح من الصعب بعد هذا التفكير في مغامرة جديدة لغزو مدينة الجزائر التي أصبحت تلقب بالحصن المنيع أو المدينة التي لا تقهر،
واستمرت هذه السمعة إلى سنة 1930. بعد هذا عرفت مدينة الجزائر فترة طويلة من الازدهار، ودعمت تحصيناتها في الأماكن المطلة على البحر، وتم بناء رأس المول وباب الأسود الذي ما زال موجودا حتى الآن، كما بني برج الأسماك، ولا يزال برج مابان قائما حتى الآن، وكان يؤدي باب البرج إلى المسجد القديم. وفي سنة 1774 تم بناء البرج الجديد، وقد كتبت عليه العبارة التالية: إن الأعداء المشركين سيقهرون بهذه المدافع التي لا تتغذى بالعسل. وغير بعيد من برج الجومان توجد مواقع المدفعية، وأشهرها المدفع الضخم المسمى باب مرزوب، الذي يبلغ طوله 7 أمتار. كما كانت توجد تحصينات في قلب المدينة، والتي جعلت منها حصنا منيعا، وكانت الأسوار تحيط بالمدينة من كل جانب، ولا تترك منها إلا 4 منافذ، هي باب الجزيرة، باب الواد، باب الجديد، والبحرية. ولم تكن عاصمة الجزائر مجرد حصن، فقد كانت كذلك عاصمة لدولة لها علاقات تتمتن أحيانا وتضعف أحيانا أخرى مع الباب العالي. حصن الأمبراطور. سمي بحصن الأمبراطور لأنه بني في المكان الذي حاول شارلوكان أن يحتله أثناء محاولته لغزو الجزائر في سنة 1541. ونظرا لأهمية موقعه الاستراتيجي المطل على مدينة الجزائر، فقد قام حسن باشا ببناء الحصن في هذا المكان سنة 1575. حصن تمنفست المعروف بلابيروس. لقد كان هذا الحصن موجودا في عهد الرومان في القرن السادس، ثم قام الأتراك بترميمه، وهو موقع استراتيجي هام يمكن من مراقبة السفن الداخلة أو الخارجة من ميناء الجزائر. ومن هنا كانت تطلق المدفعية ضد سفن الغزاة، أو تطلق على سبيل التحية البحرية. وفي هذا المكان اجتمع أعيان الجزائر في سنة 1830 لتنظيم المرحلة الأولى من المقاومة. كان رؤساء الحكومات كما قلنا ينتمون إلى طائفة من العسكريين التي كانت تتحدى الدايات إلى غاية 1830، إلا أن هذه الطبقة الحاكمة كثيرا ما كانت تصطدم بالمقاومة الشعبية، وكثيرا ما أرغم الدايات إلى الالتجاء إلى الحصن القديم في مرتفعات القصبة، وذلك خشية التعرض لغضب وسخط السكان من جهة، ومراقبة المدينة التي كانت تحت رحمة المدافع الموجودة على مقربة من قصر الداي. هذه السلاسل على الأبواب التي ما زالت حتى الآن كانت تنقذ كل من تعلق بها، إذ يعتبر تحت حماية الداي بمجرد ما يلمسه. قصر الداي كان في القديم عبارة عن تحصينات بربرية ثم تحصينات تركية، وفي سنة 1817 أصبح مقرا للداي، الذي فضل السكنة في مرتفعات المدينة وتخلى عن سكناه بالجنينة قرب ساحة الشهداء حاليا. والكتابة تشير إلى حفل تنصيب الباي. كانت أعمال
أعمال القرصنة وهي ظاهرة قديمة كانت تحميها بعض البلدان الأوروبية، وكان يمارسها كما ذكر ابن خلدون حكام صقلية وفينيز وكذلك البرتغاليون، وهذا بعدما استعملها الأتراك كطريقة من طرق الحرب ضد أمبراطوريات شارلوكان وفيليب الثاني. كان الأسطول الجزائري يرسي في الإمارة البحرية، وكان الميناء يتسع إذاك إلى حوالي 70 سفينة. كانت القرصنة تمارس في البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها كانت تمارس أكثر في المحيط وخاصة في سواحل إنجلترا وحتى في إيرلندا التي زارها الرئيس مراد، وهو من الفلامان الذين اعتنقوا الإسلام. وكان خير الدين حليفا لملك فرنسا فرانسوا الأول. في سنة 1657 قام الأميرال حسين بعدة أعمال جريئة في الدردنال. في سنة 1770 انتصر حسن مع الأسطول الجزائري على الأميرال الروسي أوروف، وكانت سمعة الرئيس حميدو عظيمة في البحر الأبيض المتوسط في بداية القرن 19. وكان العديد من البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا وإنجلترا تدفع الضرائب للدولة الجزائرية وتزودها بالمراكب ولوازم المدفعية إلى غير ذلك. وفي بعض الأحيان كانت تشن حملات انتقامية ضد السواحل الجزائرية، وحدث أن قنبلت الأساطيل الفرنسية والإنجليزية والدنماركية مدينة الجزائر عدة مرات، إلا أن البحار الجزائريين كانوا يبحرون من جديد في كل مرة بعدما يتلقون البركة من ولي البحارة سيد إبراهيم الغبريني الذي يوجد ضريحه حتى الآن في الإمارة البحرية، ويعودون إلى المغامرات البحرية في رحلة الربيع والصيف. وكان أفراد الأسطول الأماميين يسمون البحارة، أما الخلفيون فكان يطلق عليهم اسم صوت الرايس، وكان الرايس هو الذي يقرر مصير الأسرى، وخلافا لما روج من الدعايات لم يكونوا يعاملون معاملة سيئة. ومن الأسرى المشهورين سيرفانتيس ورينيار بعد ذلك. وبين كل رحلة وأخرى يلتزم الرياس فترة من الراحة والاستجمام التي لم تكن تخلو من الترف والملذات. كانت حياة الترف هذه تجري في أضخم القصور التي كانت تبنى خاصة في حي البحرية، وكانت منازلهم تزخر بمختلف أنواع المزخرفات والنقوش القادمة من هولندا وإيطاليا. ومن بين هذه القصور متحف باردو الذي كان يملكه أحد الرياس البحريين. كانت تقام فيه الحفلات الموسيقية الساهرة،
وكانوا يشيدون في بعض الأحيان بعض المرافق ذات النفع العام كعيون المياه. كما كانوا يتنافسون على بناء أجمل المساجد وأضخمها. لقد كان عدد المساجد قبل الاحتلال الفرنسي 180 مسجد في مدينة الجزائر، لم يبق منهم إلا 47 في سنة 1862، ومن هذا العدد حول منهم 21 إلى كنائس كمسجد بتشيني وكتشاوة. هناك معالم أخرى في حي القصبة كانت تطل على حدائق باب جديد التي دمرت في سنة 1866، كما دمرت باب عزون وكانت موجودة أثناء غزو شارلوكان في سنة 1541. ومن بقايا البنايات الشهيرة نذكر قصر مصطفى باشا ودار عزيزة بنت الباي التي تمثل بحق قمة الفن الهندسي في ذلك الوقت. ومن بين القصور التي بقيت دار خديوج العمياء في نهج سوق الجمعة، وهو قصر أهداه حسن باشا إلى بنته خديوج التي كانت مكفوفة، وسكنه قبيل الاحتلال الفرنسي المسمى بكري الذي تواطأ مع العدو المحتل. أما حي القصبة العتيد فقد تحدث عنه كثيرا الشعراء والكتاب وعلماء التاريخ والاجتماع، وحاول الكثير كشف الأسرار التي احتفظت بها القصبة على ممر السنين. وبالرغم من محاولات التدمير العديدة التي شنها الغزاة على الأحياء الهادئة، فلقد صمد هذا الحي على ممر السنين واحتفظ بأسراره وطابعه وهندسته التي اعترف الكثير ببراعة تصميمها. لقد كانت أنهج حي القصبة تزخر بكل أنواع الحرف والفنون والصناعات، وقد زاد من جمالها ما احتوت عليه من القصور والمساكن
والمساجد على اختلاف أشكالها، ولم تبقى مع الأسف من هذه الكنوز إلا بعض الأطلال والذكريات. من القصور التي بقيت حتى الآن بقي قصر الداي أمام ما كان يسمى بجنينة، فقد دمره المستعمر في سنة 1856، وبقيت بعض الأنهج العتيقة كنهج الصياغين، وكذلك بعض المساجد القديمة. إلا أن أغلب الفاتحين الذين تعاقبوا على الجزائر كانوا يعيشون على هامش المجتمع، بعيدين كل البعد عن اهتمامات الشعب، ولعل هذا يرجع إلى اهتمامهم بالبحر وغنائمه أكثر مما اهتموا بالأرض وسكانها. اللهم إلا إذا تعلق الأمر بجباية الضرائب، وهذا ما مهد إلى انهيار ممالكهم وفتح الباب للاحتلال الأجنبي في سنة 1830. وهكذا أسرع الداي للتوقيع على وثيقة الاستسلام، وفر بعد ذلك في الظلام بنسائه وأمواله، تاركا الجزائر إلى نفسها. هذه الجزائر التي كانت تحمل في أعماقها روح المقاومة، التي رفع لواءها بعد ذلك الأمير عبد القادر ليكتب صفحة أخرى من تاريخ الجزائر المجيد.